Following is Mariam Corporation contribution format income statement for last month. ومديني الانكم ستيتمنت بس ناقصه التو كولومز اللي احنا هنكملهم ان شاء الله. طب هنكمل التو كولومز دول ازاي؟ قال لي يلا نبدا نشوف. لازم يبقى مديني النمبر اوف يونت او السيلينج برايس عشان اعرف اكمل. لازم يبقى مديني الاثنين، واحد من الاثنين. لقيته تحتيها بيقول لي ذا كمباني هاز نو بيجينينج اور اندينج انفنتوريز اند and produced and sold 20,000 units. قلت له بس خلاص اتحلت الحمد لله. هناخد بقى ال 20,000 units دي ونقسم اللي في الكولوم ده كله على 20,000. ايه ده؟ ولما اقسم على ال 20,000 انت كده جبت البر يونت داتا. طب يلا لما نقسم بقى المليون و200 على 20,000 اهو، مليون و200 على 20,000 طلعت 60، يبقى السيلينج برايس عامل 60. طب الفاريبل 800 على 20 40. طيب يبقى كده الكونتريبيوشن مارجن 400 على 20 ب 20، ده غير انك 60 ناقص 40 ب 20. حلو قوي. بعديها عشان اجيب بقى الريشيو هنقسم طبعا دي 100%، ودي هتبقى 40 على 60 فيها تلتين، والتلتين دايما بتبقى ستة 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 ستات كتير. لو قلنا 66.7 مثلا عشان نقرب، او 67% على فكرة تمشي برضو. المهم كده يبقى يديني contribution margin ratio عاملة 33.3 لو حبيت يعني. يبقى دي غير المسألة اللي قبلها، يعني اوريك مرة قربت الاول علامة ومرة قربت الرقم صحيح، الاتنين تديك نتائج سليمة. طب احنا نشتغل بأني خليك بالارقام الصحيحة، ماشي؟ خلينا ارقام صحيحة على طول عشان ما نوجعش دماغنا. يلا بيقول لي بقى اول حاجة what is the company's contribution margin. اهي جبناها 33.3% الحمد لله جايبها في الانكم ستيت. نمبر 2 what is the company's break even in units. units يلا عشان اجيب البريك ايفن ان يونتس قلت له قوي قوي. يلا بريك ايفن ان يونتس equal التوتال فيكسد كوست اهي اهي اللي كانت ب 300,000، وال 300,000 دي اروح جاي اقسمها على الكونتريبيوشن مارجن بير يونت اللي كانت كام يا جماعه؟ اهي اللي كانت 20. لو قسمت 300,000 على 20 هيطلع 15,000 يونت اهي، ماشي. ده البريك ايفن ان يونتس. يلا نمبر 3 if sales increase by 100 units لو زادت باليونتس دي ماشي. By how much net operating income increase. او او انا عارف ان النت operating income طالما احنا الشركة بتاعتنا اساسا كانت بتكسب، يبقى اي زيادة في السيلز الكونتريبيوشن مارجن بتاعها هتزود النت operating income على طول. يعني اقدر اقول ان اللي تشينج في النت operating income equal اللي تشينج في السيلز يونتس اهي، في السيلز يونتس تايمز الكونتريبيوشن مارجن بير يونت على طول، خصوصا ان الفيكسد كوست ما اتغيرتش. لان انا لو كنت اكمل كنت اقول ماينس التشينج في الفيكسد كوست، بس الفيكسد كوست ما اتغيرتش، فانا هقول له هنا ال 100 يونتس زياده اهي هضربها في الكونتريبيوشن مارجن بير يونت 20، هيطلع ان النت اوبريتنج انكم بتاعنا هيزيد ب 2000. اللي بعده نمبر 4 يلا بيقول لي how many units would the company have to sell to attain target profit of 125,000 ماشي عشان نجيب التارجت بروفيت. هو عايزه ايه؟ يونتس ولا ايه؟ يونتس. خلاص يبقى التارجت بروفيت ان يونتس ايكوال التوتال فيكسد كوست 300,000 بلس التارجت بروفيت نفسه كان كام؟ 125,000. كل ده اوفر الكام بقى؟ ال 20 كونتريبيوشن مارجن بير يونت. لو حسبنا الكلام ده تعالوا نحسبها عشان دي هتديني رقم غريب اهو، 300,000 زائد 125,000 على 20 طلع 21,250 يونت. نمبر 5 بيقول لي what is the company's margin of safety in dollars. عايز المارجن اوف سيفتي بس ايه؟ in dollars. يا اخي بس انا عندي البريك ايفن بوينت ان يونتس. وماله وماله وانا عارف السيلز بتاعتي ان يونتس يا عم، وماله؟ ايه المشكله؟
خلاص هقول له يبقى المارجن اوف سيفتي ان يونتس الاول ايكوال السيلز ال 20,000 ماينس البريك ايفن اللي كنا جايبينه ب 15,000 هيطلع 5000 يونت. بس ال 5000 يونت دي هو عايز المارجن اوف سيفتي ان يونتس ولا ان دولارز؟ لا ده هو عايزها ان دولارز. طب يبقى انا هاخد ال 5000 يونت واضربها في السيلينج برايس اللي كان عامل 60، ايه رايكم؟ هيطلع 5000 في 60 ب 300,000. خلصت. كان في سكة تانية. ايه السكة التانية؟ ان انا من البداية اشوف البريك ايفن اللي ان يونتس ده ان دولارز هيبقى عامل كام وماله. لو ضربت ال 15,000 في 60 بانك تضربها في 60 طبعا سيلينج برايس، تعالوا نشوف دي كده هتديني كام. اهو 15,000 في 60 هتديني 900، اهو 900,000. حلو اهو. ال 900,000 دي بقت البريك ايفن بوينت ان دولارز، وعندي السيلز ان دولارز اهي مليون و200 من الانكم ستيتمنت. يبقى خلاص، يبقى ساعتها برضو كنت هتقول لي المارجن اوف سيفتي ان دولارز ها هيبقى المليون و200 ماينس 900 برضو كام يا شباب؟ 300. هي تجيبها كده تجيبها كده براحتك. يلا نمبر 6. اف سيلز نيكست يير از اكسبكتد تو بي 1,500,000 هاو much will be net ink. قوي عشان اجيب النت اوبريتنج انكم انا عارف دايما بجيبها باول رول، اسهل رول، مارجن في مارجن. ايه مارجن في مارجن؟ مارجن اوف سيفتي اللي هو السيلز مليون و500 ماينس البريك ايفن اللي انا لسه كنت حاسبه ب 900، والفرق ما بينهم هضربه في المارجن التاني بقى الكونتريبيوشن مارجن. بس هنا طالما انا شغال بالدولار، انتوا عارفين الدولار بيحب مين؟ بيحب الريشيو. يبقى هضرب في الريشيو على طول في 33.3%. يلا لو حبينا نحسب الكلام ده تعالوا نحسبها كده. ادي مليون و500 ناقص 900 600,000 في 33.3 اهي 3 تلاتات طلعت 199,800. اخ حط ال 200 جنيه من جيبك ويبقوا 200,000، لان حضرتك اصلا انت مقرب الكونتريبيوشن مارجن ريشيو، صح؟ خلاص مقرب الكونتريبيوشن، قرب ده كمان، لانك لو اشتغلت ادي مليون و500 ناقص 900 ولو ضربتها، بص بقى النتيجه دي ضربتها في بوينت 3 اوبا تلاتات دي كلها هتطلع، بص كل ما بزود تلاتات بتقرب من ال 200,000، فانت حط ال 200 جنيه من جيبك واخلص. يلا نمبر 7. بيقول لي وات از ذا كامبانيز ديجري اوف اوبريتنج ليفرج. قوي عشان اجيب الديجري اوف ليفرج هقسم التوتال كونتريبيوشن مارجن على النت اوبريتنج انكم هيطلع 4 تايمز.